مرحبين بكم، انا جيجي الرمحي، جيتكم بحلقة جديدة من برنامج مع جيجي. الاكل ومن اللي يقدر يستغنى على الاكل، العصبان والمبكبكة والفتات والبازين والمبطن، كل هذين اكلات تشتهر في مختلف مناطق في ليبيا. كل منطقة تختص باكلة معينة على غيرها، ما كنتش نبي نساها بروحي، فخلينا نشوف في التقرير هذا انواع اكلات مشهورة في ليبيا. نبدوها بالبازين أو العيش اللي تم تقديمه عادة في الحفلات الكبيرة والمناسبات العائلية، والبازين مشهور أكثر في الغرب من الشرق، وأكيد عندنا البكبوكي المكرونة المبكبكة، وهي طبعاً أكثر أكلة مشهورة في ليبيا وما تحلاش إلا في الأيام المسقعة والتبروري. وأحسن شيء في المبكبكة إنها لا تكلف لا جهد ولا وقت، وتاكلها سلحوبي. وطبعا عندنا أكلة شعبية مشهورة في الجنوب وبعض مناطق الجبل الغربي، واللي هي الفتات، وهو عبارة عن فطيرة مسقية أو مغطية بالطبيخة، ونضيفوا لها المرق واللحم والحمص. والأكلات هذين زادت شهرتهم مع السوشيال ميديا، وقعدنا نشوفوا في منافسات بين الأشخاص والصفحات، خصوصا في يوم الجمعة اللي تلقى فيه الفيسبوك وتويتر مليان صور أكل ولائم، حرام عليكم. وفي جروب مشهور مخصص بس للأكل ويضم عدد كبير من الأعضاء واسمه Food Lovers، فنلقوه ما يختصرش بس على الأكل الليبي، فنلقوا فيه حتى وصفات الأكلات عالمية وتوصيات الأحسن المطاعم في ليبيا. وانتو سهفونا بصورة من غداكم يوم الجمعة،